تعد محطة اليسر لتحلية مياه البحر واحدة من أهم وأبرز المشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر. تكلف إنشاؤها قرابة المليار جنيه بطاقة إنتاجية 80,000 متر مكعب من المياه يوميا لتكون أكبر محطة تحلية في مصر. المحطة تم تنفيذها على أعلى مستوى طبقا للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر. محطة اليسر مشروع قومي تم دخوله الخدمة في 2016 كسنة تجريبية، واستلمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي البحر الأحمر سنة 2017 أعمال التشغيل النهائي ليها. محطة بطاقتها القصوى 80,000 متر مكعب حلت مشكلة كبيرة في قطاع مياه الشرب في المحافظة، مش في الغردقة بس، لأن احنا كنا كمدينة الغردقة هي المدينة الأكثر كثافة في المحافظة. كان احيانا كنا بناخد من حصه من مدينه راس غارب في شمال الغردقه ومدينه سفاج جنوب الغردقه علشان نكفي النشاط السياحي ونشاط الاهالي والزياده السكانيه اللي موجوده نتيجه الهجره الداخليه ونشاط السياحي بمدينه الغردقه. احنا هدفنا هنا كمشغلين ان احنا مع الاهتمام بالانتاجيه احنا بنهتم بالجوده، فما كناش نقدر نعمل حاجه زي كده من غير سكادا سيستم. السكادا سيستم بتوفر لي ان انا اتابع الانتاجيه مع متابعه الجوده، اي مشاكل في الجوده ايا كانت بتوقف لي النظام عندي، فبوقف الانتاجيه لغايه ما اظبط الجوده عندي تاني وارجع مع الجوده مع الانتاجيه لولا ما انتج ميه مظبوطه معايا في المحطه هنا. محطه تحليه اليسر فيها سابقه هائله في ان هي بتحاول تخلي استساغه مياه البحر بعد ما اتعالجت مقاربه لمياه النيل، عشان بنحط ماده في المعالجه النهائيه اللي هي الكالسايت، والكالسايت دوت عباره عن كالسيوم بيتضاف للميه عشان يحاكي شويه في الطعم يخليها قريبه من ميه النيل.